عندنا آخر هرمون بالغدة الدرقية بغدة الفيرات اللي هو الكالسيتونين. الكالسيتونين يا شباب هذا هو أحد الهرمونات الغدة الدرقية اللي موجود وين بالضبط؟ بخلايا نسميها بالبارافولي سيلر سيلز أو سي سيلز. وين موقع هالخلايا بالضبط؟ موجودة بتوين فوليسل، بتوين يعني بين الفجوات. احنا مو قلنا اكو فجوات بالغدة الدرقية، فبين فجوة وفجوة اكو ذني الخلايا اللي يحتوون على هرمون الكالسيتونين. زين، هذا الكالسيتونين شنو وظيفته؟ هذا يا شباب نعمل على انه يقلل مستوى الكالسيوم زين بالدم، وايضا يقلل من الفوسفيت. زين، اذا راح يقلل الفوسفيت والكالسيوم بالدم، زين شو راح يقللهم؟ يقللهم يا شبابنا بانه يسوي انهبيشن للاكتيفيتي مالت الاوستيوبلاست. اذا تعرفون الاوستيوبلاست هالخلايا وظيفتها بالعظم شنو وظيفتها بشكل عام؟ تاكل بالعظم، اوكي، تكسر العظم. وطبيعيا تدرون انتم العظم شنو بي؟ بي كالسيوم وبي فوسفيت. فمن راح تكسر هذين الخلايا العظم ايش راح يصير؟ راح يتحرر الكالسيوم والفوسفيت للدم. هاي شي يصير يعني طبيعيا، اوكي زين. فمعناته هاي الاكتيفيتي مالت الاوستيوكلاس تزيد لي من الكالسيوم والفوسفيت بالدم. زين، اذا هذا الكالسيتونين اشتغل عندي هذا الهرمون، فراح يقلل من الاكتيفيتي مالت هاي الخلايا مالت الاوستيوكلاست، فبالتالي ما راح تقدر الخلايا تفرز ما راح تقدر يعني تكسر العظم، بالتالي ما راح ينفرز الفوسفيت او الكالسيوم للدم. زين شبابنا، راح تقلل من هذا الافراز ده يصير من الكالسيوم والفوسفيت من العظم الى الدم. زين شبابنا، فهيك ايش راح يسوي بشكل عام؟ راح تقلل لنا من مستوى الكالسيوم والفوسفيت بالدم. زين، لان العظم ما قاعد يقدر يعطي هسه كالسيوم فوسفيت، اوكي، فمن قاعد يقدر يعطي طبيعيا ويا الوقت راح يقل مستوى السكر، العفو، مستوى الكالسيوم والفوسفيت بالدم. زين، هالعملية مال البريك داون مال العظم اللي تتم عن طريق الاوستيوكلاست يسموها ريسوربشن، اوكي. ريسوربشن هي عملية تحطيم البون باي ذا الاوستيوكلاست عن طريق هذين الخلايا اللي حكينا عليها. زين، اوكي، فمثل ما حكينا هذا يقدر يقول لنا this result in less demineralization of the bone. شو معنى هالحكي؟ شنو demineralization of the bone؟ ده يقول لك استخراج ذني الايونات اللي هي الكالسيوم والفوسفيت راح يقل من العظم، اوكي، بسبب هذا الهرمون الكالسيتونين. فبالتالي يا شبابنا راح يصير عندنا ديكريز مثل ما حكينا بالريليس مالت منو الكالسيوم والفوسفيت انتو ذا بلاد، راح يقل افرازه من العظم الى الدم بسبب هذا الهرمون كالسيتونين. زين، الكالسيتونين يأثر فقط على خلايا الاوستيوكلاست، بس ما يأثر على خلايا الاوستيوبلاست. طبعا الاوستيوبلاست هذين يشتغلون عكس الاوستيوكلاست. الاوستيوبلاست يبنى العظم، اوكي، اما الاوستيوكلاست يكسر العظم. زي ممكن واحد يقول يفكر يقول ليش اكو بالجسم الاوستيوكلاست؟ ليش عود يتكسر العظم؟ لان انت يعني انت بشكل عام بحياتك اليومية انت ممكن ترفع ثقل، ممكن نسوي لك اي جهد باليوم، هذا الجهد راح يأثر على عظامك. زين، فممكن يصير بيها خدوش، ممكن يصير بيها كسور رغم انت ما تدري يعني. زين، فشنو يفضل؟ يفضل انه هذا العظم يستبدل بغير عظم، اوكي، هذا الجزء اللي صار بي يعني هذا الخدش او هذا الكسر او جهد صار عليه، مو شرط كسر يعني، فالجهد انت رفعت ثقل مثلا مو صار عليه جهد، تأثر هالجزء من العظم. زين، صار ضعيف هسه، فلازم يستبدل بجزء ثاني. فحتجي ذن خلايا الاوستيوكلاست تروح على ديش المنطقة الضعيفة الهشة نتيجة انه انت قاعد ترفع عليها اثقال هواية، راح تكسر ديش المنطقة، اوكي، وراح تجي الاوستيوبلاست تبني بدالها جزء جديد بدال القديم. فهي هاي فائدة يعني الاوستيوكلاست والاوستيوبلاست يعني فيزيولوجيا بالجسم، اوكي. فمن يجي هذا الكالسيتونين يا شبابنا قلنا راح يشتغل على خلايا الاوستيوكلاست، راح يمنع هاي خلايا الاوستيوكلاست من تكسير العظم، فما راح يصير عندنا ديمينرالايزيشن يعني سحب ذني الايونات مالت الفوسفيت والكالسيوم من العظم. زين، بالتالي ما راح ينفرز انا عندي من العظم مالتي او من البون اي كالسيوم او اي فوسفيت،
بالتالي ويا الوقت تدريجيا مستوى الكالسيوم والفوسفيت راح يقل. زين، والكالسيتونين مثل ما قلنا ما يشتغل على الاوستيوبلاست، على الخلايا الاوستيوبلاست ما يشتغل. زين، الريليس هذا مالته، زين السكريشن مال الكالسيتونين شلون دا يتم تنظيمه؟ طبعا دا يتم تنظيمه عن طريق مستوى الكالسيوم بالدم. فمن يصير احنا عندنا مستوى الكالسيوم بالدم عالي، راح يصير عندنا سكريشن الكالسيتونين عالي، زين، حتى يسوي انهبيشن علمن بين الخلايا مال الاوستيوكلاس، وبالتالي تدريجيا راح يظل يقل مستوى الكالسيوم الى ان يصل المستوى الطبيعي. عاد من يوصل المستوى الطبيعي راح يقل عندنا ايضا السكريشن مال الكالسيتونين. زين، واذا صار عندنا بالعكس، صار عندنا ديكريس بالكونسنتريشن مالت الكالسيوم والفوسفيت، فش راح يصير بهذا الهرمون الكالسيتونين؟ راح يقل السكريشن مالته حتى ما يسوي انهبيشن للاوستيوكلاست، وبالتالي شو راح يصير؟ راح يصير عندنا عمل ديمينراليزيشن، عمل السحب الكالسيوم والفوسفيت من العظم حصير اكثر طبيعي من الحاله الطبيعيه. ليش؟ لان هنا قلت الاكتيفيتي مال الكالسيتوني، زين، فراح يصعد تدريجيا مستوى الفوسفيت والكالسيوم بالدم. زين، بعد ما خلصنا غدة الثايرويد ان شاء الله راح نجي على غدة الباراثايرويد. الباراثايرويد جلاند، هاي الباراثايرويد هي شنو؟ هاي الغدة هي عبارة عن اربع قطع صغار، اوكي، موجودة ضمن الثايرويد جلاند، اوكي، بس posteriorly، يعني بظهر هالغدة الثايرويد لاحظ اربع قطع صغار، وذن الاربع قطع صغار راح يحيطن التراكيا مثل ما نشوف بهالصورة. شوفوا هذان القطع الاصفر، اذا شوفوا ذول القطع الدائرية صفرات، هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة، ذول الاربعة هم كلهم الغدد الباراثايرويد جلاندز. زين، ولو نلاحظ انه راح يكون محيطين بشنو هنا؟ طبعا بهذا الجوب شنو؟ اكو تراكيا، فراح يحيطن التراكيا او القصبة الهوائية مثل ما تشوف هنا. وين ذني موقعين posterior المل للثايرويد جلاند؟ هاي الغدة، شوفوا هسه هاي الثايرويد جلاند، هذن الصفر وين صارت؟ بظهر، صارت بالظهر هنا، اوكي، بالظهر هنا، وراح يحيطن طبعا بالتراكيا. زين، فهذا هو الاناتومي مالت هاي الغدة. زين، خلنا نرجع هسه نجي نتكلم كفيزيولوجي لهاي الغدة. هاي الغدة اول شيء شنو يا هرمون تحتوي؟ تحتوي على هرمون نسميه بالبارا ثرمون، اوكي، الباراثرمون. هذا الباراثرمون موجود بالباراثايرويد جلاند. زين، شنو وظيفته هذا؟ هذا وظيفته بشكل عام يا شبابنا يزيد لنا من الميتابوليزم مات الكالسيوم، ويقلل من الميتابوليزم مات الفوسفيت، او بمعنى اخر يزيد لنا الكالسيوم بالدم، اوكي، ويقلل لنا الفوسفيت بالدم. زين، شو راح يسوي هالوظيفتين؟ عن طريق ذني الاربع خطوات اللي هن decrease in calcium excretion in urine, increase in phosphate excretion in urine, increase in bone resorption, activation of vitamin D3. زين، فهذن الاربع الشغلات هو راح يسويها الباراثرمون. نتيجة ذني الاربع وظائف النت افكت مالته راح يكون زيادة بالكالسيوم بالدم، وراح يقل عندنا منه طبعا الفوسفيت بالدم. زين، هذا الحكي صراحة مو مهم، ما بذاك الأهمية، تقدرون تغلسون عليه. هنا عندنا المهم، من هنا هذا كله قبل النقطة مو مهم، بعد النقطة يبدي الحكي المهم، يوضح لنا الميكانيزم مالت هذا الهرمون ايش راح يسوي. زين، فالباراثايرويد او الباراثرمون يعني هذا راح يشتغل على يا تيوبيولز بالكيدني، راح يشتغل على الدستل تيوبيولز والكولكتنج داكتس. ايش راح يسوي بذني المناطق او ذني السيجمنت الاجزاء من الكيدني؟ راح يزيد من الريابسوربشن اللي يصير بيهن للكالسيوم، اوكي، فمن راح يزداد عندنا الامتصاص من ذني المناطق اللي هي الكولكتنج داكتس، وعندنا ايضا الدستل تيوبيولز. ايش راح يصير يا شبابنا؟ راح يزداد مستوى الكالسيوم بالدم، اوكي، وش راح يصير ايضا؟ راح يقل من مستوى الكالسيوم اللي راح يطلع باليورين، اوكي، فهذان الشغلتين راح يصيرن. زين، راح اول شغله ايش قلنا راح يصير؟ راح يزداد مستوى الكالسيوم بالدم،
ويقل الكالسيوم باليورين اللي راح يطلع باليورين. زين، بسبب شنو؟ زاد الريابسوربشن او الامتصاص اللي صاير وين بالكولكتنج داكتس، وايضا عندنا الديستال تيوبيولز. زين، زين ايش راح يسوي الفوسفيت؟ شلون راح يقلل من الفوسفيت بالدم؟ انه راح يسوي الشغله راح يكون معاكس للفوسفيت، راح يشتغل على البروكسيمال تيوبيولز. زين، البروكسيمال تيوبيولز ايش راح يسوي لها؟ راح يقلل من الريابسوربشن او الامتصاص اللي راح يصير هناك الفوسفيت. زين، بالتالي ايش راح يصير من قل امتصاص الفوسفيت من البروكسيمال تيوبيولز؟ راح يقل مستوى الفوسفيت بالدم. زين، والشغله الثانيه اللي راح يصير انه حيزداد مستوى الفوسفيت اللي راح يطلع من الدم، اوكي، او يعني اللي راح يطلع باليورين، اوكي، راح يزداد عندنا مستوى، اذا راح يزداد عندنا مستوى الفوسفيت وين قلنا؟ باليورين، اوكي، وراح يقل مستوى وين؟ بالدم. ليش؟ لان الباراثورمون راح يقلل من الريابسوربشن، راح يصير وين قلنا؟ بالبروكسيمال تيوبيولز. زين، ايضا الباراثايرويد قلنا شو يسوي؟ يحفز لنا الريسربشن. الريسربشن قلنا قبل شوي هي destruction of the bone by the osteoclast. شلون حيزيد من ال destruction البونز؟ عن طريق انه يزيد من العدد مالت الخلايا الاوستيوكلاست، وهما تزيد من فعاليتهن، اوكي، فبالتالي راح يصير عندنا resorption او destruction of the bone، راح يصير عندنا تدمير العظم اكثر، او بمعنى اخر ايش راح يصير عندنا؟ demineralization او سحب كالسيوم وفوسفيت من العظم اكثر، وافرازهم وين؟ طبعا للدم. يعني هو راح يزيد من الفوسفيت بالدم، زين، بس راح بشكل عام راح يقل الفوسفيت. شلون راح يقل الفوسفيت؟ لان تقليل الريابسوربشن هناك، الريابسوربشن اللي يصير هناك اللي قل، يعني كلش قل، رغم انه صارت هسه احنا عندنا زياده بالفوسفيت عن طريق قلنا زياده عمليه تدمير البون، بس بشكل عام راح يقل الفوسفيت. زين، لان مثل ما قلنا الريابسوربشن البروكسيمال تيوبيولز قل حيل، فحتى هالزيادة ما راح تكون كافية حتى تعوض الخسارة اللي راح تصير عن طريق هالبروكسيمال تيوبيولز. فبشكل عام يا شبابنا الفوسفيت شبيه الكونستريشن مالته راح يقل، راح يقل الكونستريشن مالته رغم اكو زيادة، بس النقصان اكثر من الزيادة دا يصير، اوكي، بسبب انه قلنا التعويض هذا هو مو كافي للفوسفيت، لان الريابسوربشن اللي صار بالبروكسيمال تيوبيولز قل حال. فبشكل عام النت افكت راح يصير عندنا ديكريز بالفوسفيت وانكريز بالكالسيوم عن طريق هذا الباراثرمون. زين، زين، اخر شغله شنو يسوي هذا الباراثرمون؟ الباراثرمون يسوي اكتيفيشن الفيتامين دي 3. زين، شلون حيسوي الاكتيفيشن؟ عن طريق يحفز لنا هذا الانزيم اللي هو واحد الفا هيدروكسيليز، اوكي، راح يحفز الواحد الفا هيدروكسيليز، فحيسوي اكتيفيشن المن للدي 3، اوكي، هذا هو الموجود، هذا الانزيم موجود بالكدني، فمن يصير تحفيز لهذا الانزيم راح يصير اكتيفيشن للفيتامين دي 3. زين، الفيتامين دي 3 ايش راح يسوي؟ الفيتامين دي 3 راح يزيد من الابسوربشن مات الكالسيوم اللي يصير وين؟ عن طريق الجهاز الهضمي. فانت من راح تاكل اكل بكالسيوم، زين، وعندك هذا الباراثورمون راح يحفز لك الفيتامين دي 3، راح يزداد الابسوربشن الامتصاص مات الكالسيوم من هذا الغذاء. زين، فبالتالي اذا صار عندنا زياده بالكالسيوم، فزيادة مات الكالسيوم عن طريق الباراثورمون جتني من طريقتين. الطريقة الأولى قلنا أو ثلاث طرق، العفو، مو طريقتين هما، الطريقة الأولى قلنا يشتغل على الديستال تيوبيولز والكولكتنج داكتس، راح يزيد من الريابسوربشن دي يصل الكالسيوم هناك. الطريقة الثانية يسوي انكريس للريسوربشن أو الديستركشن أوف ذا بون. الطريقة الثالثة اللي هي عن طريق فيتامين دي 3. زين، فذن الثلاث طرق يا شبابنا راح تزيد لنا من الكالسيوم. والفوسفيت اللي راح يصير له قلنا راح يصير له اثنين ميكانيزم. الميكانيزم الاولى الزياده عن طريق الباراثورمون راح يزيد من الريزوربشن او ديستركشن اوف ذا بون، بالتالي حيزداد الفوسفيت بالدم.
بس اكو ميكانيزم ثاني دا تصير تقلل من الفوسفيت، زين، وهاي الخسارة دا تصير بالفوسفيت هي اكثر من الزيادة، فلهذا راه بشكل عام راح يقل عندنا مستوى الفوسفيت بالدم، زين. الميكانيزم الثاني ايش دا تسوي؟ هي دا تقلل من الفوسفيت عن طريق انه تقلل من الامتصاص، زين، هتقلل من الامتصاص اللي يصير عن طريق البروكسيمال تيوبيولز، زين. فبشكل عام النت افكت الفوسفيت راح يقل، لان هذا النقصان اللي يتم بسبب البروكسيمال تيوبيولز هو اكثر من الزياده اللي تصير عن طريق تكسير العظم، فبالتالي مستوى الفوسفيت راح يقل بالدم، زين. هذا الريليز مالت البارثرمونوي يشبه الكالسيتونين، هم له علاقه بالكالسيوم ليفل او بالفوسفيت ليفل. فمن يصير احنا عندنا انكريز بالكالسيوم ليفل، ايش راح يصير بالبارثرمون يا شبابنا؟ راح يقل، اوكي، راح يقل السكريشن مالته، ومن يقل مستوى الكالسيوم بالدم راح يزداد الافراز مالته، زين. هذا هيك الريجوليشن ده يصير لي هرمون البارثرمون بالاعتماد على الكالسيوم، زين. من يظل احنا عندنا نقصان، من يظل انت بالجسم اكو نقصان بالكالسيوم، فش راح يصير بغدد الباراثايرويد؟ راح يصير بيها هايبر تروفي، يعني راح يكبر حجمها، زين، لان هنا دا نحتاج تعويضات كبيره للكالسيوم، فمن تجينا التعويضات من غده الباراثايرويد، زين. وبما انه هاي التعويض ظل لفتره طويله، فهالغده راح تتكيف ويا هذا الامر، زين، وتكبر حتى تزيد من شغلها وتزيد من تاثيرها، وبالتالي راح تزيد من زياده الكالسيوم حتى ترجع المستوى الطبيعي، اوكي. بس اذا صار عندي العكس، مثلا اذا قل عندي العفو اذا زاد عندي مستوى الكالسيوم، زين، وظلت هالزياده لفتره طويله، ايش راح يصير بين الغدد؟ هذن الغدد منطقيا يا شباب هم راح تتكيف ويا هاي الزياده مالت الكالسيوم، فايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها هايبوتروفي، يعني راح يقل حجمها، زين، او هايبوتروفي ريديوس ان سايز، راح يقل حجمها، زين. ليش راح يقل حجمها؟ لان هي ما قاعد تحتاج شغلها الطبيعي، اوكي، لان هو اصلا اكو اكسس بالكالسيوم، فلازم تقلل من شغلها هالغده، اوكي، غده الباراثايرويد لازم تقلل من شغلها. فشلون راح تقلل من شغلها يا شبابنا؟ حتصغر من حجمها، زين، راح تصغر من حجمها. بس ايش وقتها تضطر تصغر حجمها؟ قلنا من يظل عندنا اكسس بالكالسيوم، يعني زياده بالكالسيوم فاض لفتره طويله، فور لونج بيريد، راح تتكيف هاي الغده ويا هذا الامر عن طريق انه تصغر من حجمها، زين، حتى تقلل من عملها، زين يا شبابنا، وتقلل من الميتابوليزم، لان يعني دي يصير الميتابوليزم دي يصير بيها غير ضروري، زين، لان هو اصلا كالسيوم عالي، هو هي وظيفه الغده ترفع الكالسيوم، فانت ايش قاعد تهدر بالمواد مالتك من بالميتابوليزم، فمن تصغرها هذه الغده اول شيء راح تقلل من هرمون الباراثرمون، لان انت ما تحتاجه بعد، هو اصلا اكو اكسس كلش عالي بالكالسيوم، اضافه لهذا انت راح تقلل من الميتابوليزم اللي يصير بيها، حتى تقلل من استهلاك المواد اللي يصير داخل هالغده لان ما تحتاج انت، اوكي، هو اصلا اوريدي ليفل الكالسيوم عالي، فالغده راح تتكيف ويا هالشيء وتقلل من حجمها، زين شبابنا. فهذا هو اللي راح يصير يعني عندنا بغده الباراثايرويد.